بمناسبة حلول السنة الجديدة والتي تزامنت مع نهاية الأسبوع، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مع أمن ولاية الجزائر خرجة ميدانية مشتركة عبر الفضاءات العمومية وأماكن التسلية التي تشهد حركية كثيفة في هكذا مناسبات. قيادة الدرك الوطني رفقة زملائنا من الشرطة قمنا بتنظيم خرجة ميدانية مشتركة للأماكن العمومية التي تكثر فيها الحركية ويكثر فيها تواجد المواطنين، وهذا من أجل القيام بدوريات راجلة حتى يطمئن المواطن وحتى يكون في أريحية تامة. اليوم رانا متواجدين بمتنزه الصابلات وين كانت لنا يعني خرجة ميدانية رفقة زملائنا الدرك الوطني لتحسيس المواطن بأمنه سواء في نفسه أو ممتلكاته. منتزه الصابلات بالعاصمة كان أحد النقاط التي شملتها الخرجة الميدانية، أين لمسنا استحسان الزائرين لمثل هذه التدابير الأمنية. أمن وصح وعام سعيد إن شاء الله، وربي يخليكم وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا المر. إن شاء الله يكون عام سعيد لكل الجزائريين، ونشكر الشرطة والدرك الوطني. الوجهة الموالية قادتنا إلى مدينة زيرالدا، أين تمكنت السرية الإقليمية للدرك الوطني من حجز 8000 وحدة من المشروبات الكحولية بدون ترخيص. قامت السرية الإقليمية للدرك الوطني بحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية الموجهة للمتاجرة غير شرعية والمقدرة ب 8000 وحدة. أيضا تم وضع تشكيل أمني طيلة هذه الليلة على كامل شبكة الطرقات من أجل ضمان سلامة وأمن مستعملي الطريق وتقديم يد المساعدة والتواجد الميداني للحد من حوادث المرور. المخطط الأمني الخاص بهذه المناسبة شمل إلى جانب تكثيف التشكيلات العملياتية ثابتة تشكيلات متنقلة عبر الطرق الرئيسية والثانوية.